من قلب العاصمة السعودية الرياض، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كورة من الموسم الرابع عشر على خليجية. مثل السفر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية، في موعدكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. الفيصل يبارك للبطل السعودي الواعد عيسى غزواني بعد فوزه بذهبية سباق 800 متر ضمن أسياد هانغتشو. الهلال يضرب بالثلاثة مرمى نساج الإيراني ويعود من طهران بالنقاط الثلاث وصدارة المجموعة الرابعة. الساحر البرازيلي نيمار يخطف أنظار العالم بهدفه الأول مع الهلال في دوري الأبطال القاري. بهدفي صابيري الفيحاء يحقق فوزه التاريخي الأول في دوري أبطال آسيا بعد تجاوزه لبختاكور الأوزبكي. الأندية السعودية تسطع آسيوياً، الهلال والنصر يعتليان صدارة مجموعتيهما والفيحاء يتألق في الأولى، والاتحاد وصافة رغم المواجهة الملغاة. جوائز روشن في سبتمبر: كريستيانو نجم الشهر، وغروهي الحارس الأفضل، وكاسترو يحصد جائزة المدربين، وفقيه التعاون أفضل لاعب واعد. بمشاركة 17 فريقاً غداً الأربعاء انطلاق النسخة الرابعة من كأس الأبطال الدولية. بعد 8 جولات في الدوري الأقوى جماهير الهلال تتخطى حاجز 100,000 وتتصدر ترتيب الحضور الجماهيري. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو، أحمد المصبي أبو تركي، أهلا وسهلا. حياك يا هلا والله، حياك الله بوجود، حييك وحيي أبو عبد العزيز والكباتن الضيوف خارج الاستوديو. أبو عبد العزيز أهلا وسهلا. يا مرحبا فيك وفي أبو تركي وفي الأخوان معنا، أبو أميرة والكابتن، إن شاء الله حلقة جميلة بإذن الله. أهلا وسهلا كابتن مجدي. مجدي بقول أحمد ومجدي ضاع. خليك مثلي قلت الضيوف. لا ذاك اليوم اقول عبد الله خوقير على حاتم خيمي. ابو امير اهلا وسهلا. يا هلا وجود حبيبي، تحياتي لك وللاعزاء المفاضل نقاد كوره كبار وجمهور كوره دائما ابدا. كابتن مجدي اهلا وسهلا. مساء الفل عليك ابو جود وعلى النجوم اللي عندك في الاستوديو وعلى حاتم وجمهور كوره. قول له ابو حميد يصحى شويه، صحصح معانا. صحصح ابو عبد العزيز، صحصح ابو عبد العزيز. يلا. طيب نبدا حلقتنا اليوم بالمباراه الاسيويه. اليوم كان عندنا فريقين مثلوا المملكه امام اسيا، الهلال والفيحاء. راح نبدا مباراه الهلال التي انتهت هلاليه بثلاثه اهداف. استعاد الهلال صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا بعد عودته من طهران بالنقاط الثلاث أمام نساج مازندران الإيراني. شوط أول كان من طرف واحد فقط، ونتج عنه الهدف الأول من ميتروفيتش. الله! نعم! يخافون من اسمه! الأمور كلها كانت تتجه صوب كبير آسيا إلى أن خرجت عن سيطرتها. الفار يتدخل، صافرة الصيني تقرر استبعاد لاعب إيراني، بالإضافة للقائد سلمان الفرج بالبطاقة الحمراء، ليلعب كل فريق بعشرة لاعبين فقط. الشوط الثاني بدأ فيه الفريق الإيراني بتهديد مرمى العويس، ولكن البرازيلي نيمار صعب الأمور أكثر بتسجيله ثاني الأهداف. ناصر، الله الله الله، نيمار، الله! لذلك ألت هنا، ولأجل ذلك ألت هنا، أراد أن يكون توقيعه في أزادي. انطلاقة من السنغالي كوليبالي تصل للساحر البرازيلي نيمار، والقائم يتعاطف مع أصحابه. وصلت الثالث، تك في حط الثالث، الله الله يا الله.
ثنائية من راقصي السامبا ميشايل ونيمار تصل بسلام ليدي حارس المرمى. كل تقدم لأصحاب الأرض أو محاولة حمراء على المرمى الأزرق يعقبها عقاب بهز الشباك الإيرانية، وهو ما حدث في الهدف الثالث. إلى صدارة المجموعة، غيرت من صالح أبي إلى ناصر وتسديدته في ذكرى اللقب الأخير، 3 للزعيم. هلال اكتمل بدرا في سماء طهران. ثلاثية نظيفة جعلت الهلال يتقاسم الصدارة مع نف بخور الأوزبكي قبل أن يقابل مومباي سيتي الهندي في الجولة القادمة. ألف ألف مبروك للهلال أبو تركي. بسم الله. أولا بعيدا عن المناكفات والطرح السطحي، وإحنا أفضل لاعبكم أفضل جمهورنا أكثر الباص الحقه جمهور، هذا الطرح السطحي وفريقكم عنده كذا، لا نتكلم أن مكتسبات الكرة السعودية وحاضرة أمس واليوم، تصرف الاتحاديين وصفقنا له، فوز النصر وتصدره، فوز الهلال والفيحة، يجب أن تكون نظرتنا أبعد وأشمل. الكرة السعودية كنا يوم الأيام نقشى الفرق الإيرانية، الآن 3 مع الرأفة مع الظروف اللي صارت، فالمكتسبات هذه يجب أعيد وأكرر وسأكرر، يواكبها إعلام واعي وفكر أرقى من اللي نراها الآن. الهلال اليوم قدم صراحة مباراة جميلة وفقا للظروف وفقا للضغوط. أنا ما أخفيك قبل المباراة أنا أقول الهلال يكسب 3 نقاط ويرجع سالم هذه نعمة، لأنه الوضع ولا هو يعني خافي على الجميع، وضع يعني مريب متعب الجمهور، وشفنا الحكم كم مرة، شفنا كيف طلع سلمان بحماية حارس مرمى الخصم. كل هالأمور يا جماعة تجعلنا نتجاوز حكاية الأمور الفنية وخصوص وما خصوص، أنك تفوز على فريق إيراني في ملعبه وسط الظروف وسط 50,000 متفرج وتعود سالم ومعافى، هذه نعمة عظيمة. وأتمنى هذه رسالة الاتحاد الآسيوي، تراجع حساباتك مع الفرق الإيرانية، لا الأرضية صالحة لا الجمهور مثالي، يعني صراحة الاتحاد الآسيوي ضعف ما بعد ضعف إزاء الفرق الإيرانية. نعود للنظام الأول، يلعبون في قطر في الأمارات، ولكن نقعد على أعصابنا، أي فريق سعودي 48 72 ساعة حتى يصل، هذه مشكلة ومصيبة. وبارك للهلال الصدارة وإن شاء الله القادم أجمل، وأتمنى أن يمنح الفريق ثقة أكبر من قبل جمهوره بعيدا عن التربص والانتهازية. أبو عبد العزيز. طبعا أكيد مبروك للهلال ومبروك للفيحة وقبلها مبروك للنصر أمس، والحمد لله على سلامة فريقنا اللي راحت لإيران. ما أزيد على كلام أبو تركي، طبعا أبو أميرة هو الكابتن مجدي بيكفون يوفون على الجانب الفني، أنا بتكلم على الجاب الكبير اللي صار بين الأندية السعودية والأندية الآسيوية. احنا راح نتكلم عن الغرب الآسيوي، احنا اليوم نلعب في غرب آسيا اللي هو 20 فريق 5 مجموعات، جاب كبير. أمس شفنا مباراة النصر والفريق الطاجكستاني، شفنا قبلها النصر والفريق البرسبولس في إيران فاز 3-0، وأمس كأنه يعني شيء غير طبيعي اللي صار، ما شاء الله يعني كان النصر ماخذ مباراة طول بعرض. شفنا الهلال حتى وان تعادل في المباراة الأولى كان ماخذ مباراة كاملة، شفنا اليوم والملعب مليان الهلال وشلون كان يلعب كأنه في تمرين، شفنا الاتحاد أمام جنبك، طبعا الفيحة كثر الله خيرهم واللي قاعد يأدونه، لكن الهلال والنصر والاتحاد قاعد رايحين في مسافة بعيدة بعيدة جدا عن غرب القارة كاملا. أنا أشوف أنه يعني ولا هي غرور أو تقول، أنا أشوف النصف النهائي الآسيوي عن الغرب بيكون فريقين سعوديين إن ما التقوا قبل، صراحة فارق كبير جدا، كلها بتتصدر الفرق، سواء النصر بيتصدر، الهلال بيتصدر، الاتحاد بيتصدر، بيوصلون دور 16 والثمانية بيمشون، إذا ما التقوا مع بعض فهم رايحين للنصف النهائي، صراحة فوارق فنية كبيرة جدا. يعني أنت تشوف أنه النهائي لازم فريق سعودي، ما فيها كلام على الجولتين اللي شفتها، يعني أول أنا بأمان أول ما طلعت القرعة بدينا نتكلم
وقلنا والله مجموعة النصر صعبة، من فيها؟ فيها بيرس بيلس وفيها الاستقلال وفيها الدحيل. راح النصر فاز على بيرس بيلس في إيران 3. أمس لاعب مع طاجكستان مباراة كانها باب واحد وفاز 3، وكان الحارس الفريق الطاجكستاني صراحة أبدع في المباراة، يعني من نجوم المباراة الحارس، ولا المفروض تروح 6-7 مباراة. الدحيل متعادل مع الفريقين، الفريق الدحيل، يعني معناتها أن النصر يعني إلى 90% منتهي الموضوع. نجي للهلال اليوم، الهلال مع الفريق هذا الإيراني وفي طهران وثلاثة صفر، ومع الفريق اللي مع المباراة اللي راحت في ملعبه 1-1، بس إن كان الهلال ماخذ المباراة كاملة، فيعني في فرق. الاتحاد في فرق كبير بين فرق السعودية وفرق غرب آسيا. الفرق الشرق ممكن لها وضعها المختلف، لكن فرق الغرب أنا أشوف أن السعودية وضعها بعيد. اليوم الهلال والنصر والاتحاد واحد منهم بيكون في نهائي آسيا إن شاء الله في مي. طبعا مباراة الذهاب النهائي بتكون في الشرق والإياب في الغرب. أنا أتوقع أن المباراة النهائية الإياب بتكون في السعودية. أبو أميرة، طبعا نبارك الهلال بالتأكيد، 3 نقاط مهمة. عودنا الهلال أنه لما يحتاج الفوز يجيب، ودائما يعني عبر التاريخ. طبعا التعادل الأول كان مفاجئ للهلال في الرياض أمام فريق أجمك، وبالتالي اليوم نازلين مركزين. أهم شيء في الهلال اليوم التنظيم الدفاعي. لو تشوف نجوم المباراة اليوم هتلاقي كوليبالي، البليهي، البريك، وبعض الشيء طبعا ياسر كانوا اليوم كان من نجوم المباراة كرقم 6، لاعب مباراة كبيرة حتى بعد طرد سلمان. وبالتالي لما تدافع كويس هتهاجم كويس مرتاح. اليوم نيمار بيلعب مرتاح جدا، الدفاع منظم، وبالتالي قاعد يستمتع في المباراة. تجي الكورة تمريرات ساحر، الواحد ينتظر صراحة تروح الكورة لنيمار. أنا أشوف تمريرة ساحرة وانتو ساحر، يعني عمل حاجات اليوم في المباراة ما عمل مجهود، بكل سلاسة وبكل سهولة. فرق كبير في المستوى بين الفريقين بالتأكيد. الهلال معروف بنجوم المدججين ببطولاته وبتمرسه. الفريق هذا طبعا تعتقد التاسع في الدوري الإيراني وأول مشاركة له. الصعوبة طبعا عادة كما ذكر الزملاء في الأجواء الإيرانية، اليوم الحمد لله تخطوها الفريق الهلالي بثبات بأداء رغم طرد سلمان. طبعا الطرد لما تطرد لاعب هنا ولاعب هنا، الفريق الأضعف هو اللي يتأثر أكثر لأنه أصلا ضعيف، كمان انطرد منه لاعب، وبالتالي الهلال تسيد المباراة طول المباراة. يمكن كرتين وصلت لمرمى الهلال خطرة اللي ضربت في العارضة وكرة ثانية، وبالتالي الهلال كان مسيطر في المباراة ويستحق الفوز بجدارة. كل التوفيق للهلال في القادم، فوز مهم من أرض إيران، وبالتالي الهلال منطلق بإذن الله للنهاية. سؤالك بوجود قبل شوية لأبو عبد العزيز، هل فريق يوصل للنهاية فريق سعودي؟ ترى من قبل اللاعبين العالميين مفروض مش مفروض بيوصل فريق سعودي عادة للنهاية، أما الآن مع اللاعبين العالميين أعتقد أنه شيء يعني مسألة وقت بإذن الله تعالى أنه فريق سعودي يكون في النهاية. كابتن مجدي، كيف شفت الهلال اليوم؟ بص يا وجود، برضو عشان نتكلم بكل صراحة واقعية، انت النهاردة هتحل المباراة بتاعت النهاردة، لان المباراة النهاردة بالنسبة لي هي مباراة مثالية للهلال من كل الجوانب، فنيا، تكتيكيا، بدنيا، ذهنيا، عملوا كل حاجة، تحكم وشخصية قوية جدا في الملعب. وحتة الشخصية دي وجود وفرض الاسلوب ده مش سهل لما تروح تلعب بره ارضك مع الجمهور ده مع الملعب ده. لان خلي بالك من الاخر، اجيب لك انا المعلومة دي من الاخر، فرق ايران كل ملاعبها وحشه، لو انت هتيجي تلعب فرق من الفرق اللي بتلعب على الاستحواذ انت بتبوظ لهم الشغل بتاعه، يعني مش هتعرف تستحوذ على الكوره في الملعب. ملاعب زي دي الكوره تقعد تطب وتجي لك تستلم، فتاخد وقت منك وانت بتستلم الكوره، فيبدا اللعيب يضغط عليك فبتبوظ طريقه اللعب بتاعتك، وتبدا تشتغل انت على طريقه اللعب بتاعتهم اللي هي الكوره الثانيه والمرتدات والكلام ده كله. لكن النهارده لما تيجي تبص للهلال، الهلال تحكم في المباراه تحكم كبير جدا. لما تيجي تبص على شخصيه الهلال في الاستحواذ، هو النهارده جاي لك بيلعب بره ارضه وبيستحوذ على الكوره بنسبه 61%. ده نوع وجود من انواع الدفاع. يعني ايه؟ يعني اتحكم في الكوره او استحوذ على الكوره وبعرف ادافع بيها ازاي. طول ما الكوره في رجلي يا وجود انت الكوره بعيد عن المرمى بتاعي، ده نوع من انواع الدفاع. دايما بيقول لك ما تخسرش الكوره، لانك طول ما الكوره في رجليك انت حامي الجون بتاعك. ده نقطه. النقطه الثانيه،
التحكم كمان في اللعب، في طريقه اللعب. الاطراف بتاعتك بتهاجم، مش بس مش بتقول لا الطرفين لا اقفوا ونهاجم بلعيبه اللعيبه الثلاثه اللي قدام او الاربعه اللي قدام وواحد نص الملعب، لا ده البريك النهارده عامل جون وعامل مباراه كبيره جدا. نفس الكلام الناحيه الثانيه الشهراني، فانت بتتكلم بالباكين كمان بيهاجموا والوينجين بيهاجموا، فانت فرض اسلوبك بطريقه كبيره جدا. الحاجه المهمه ان خيسوس كمان النهارده تحس انه صاحي صحصح، اختاروا اللعيبه. لكن انا كان نفسي كمان يختار سافيتش كان هيفرق معاه كتير جدا في المباراه دي، لان سافيتش رقم واحد هجوميا بالنسبه للهلال اللي بيعرف يزيد جوه منطقه الجزاء مع متروفيتش. ده لو كان موجود النهارده كنت ممكن الماتش ده كمان يخلص باهداف اكتر، لان نيمار وميشيل والناحيه الثانيه مالكم مش اللعيبه لو بتتعمل كروس من الجنب مش اللعيب اللي يخش يعمل لك ده مهاجم ثاني يعرف يجيب لك جول. كان سافيتش كان هيفرق معاه فرق كبير جدا. الشوط الاول كله وان سايد جيم، الهلال بيتحكم في المباراه، حتى بعد الطرد في تحكم كبير جدا في المباراه، فرص بتضيع. انت النهارده بوجود الشوط الثاني دخل بدا الفرقه الايرانيه بتبدا تخش معاك في المباراه. ليه بنقول خيسوس مصحصح؟ عشان التغييره بتاعه ناصر الدوسري، تغيير ناصر الدوسري كان هي دي اللي مسكت المباراه ثاني مكان مالكم. بدا الفرقه تخش في المباراه، بدات تبدا بشوط على الجون، بدا المساحات تكبر. فناصر الدوسري لما نزل اتحكم مع كانه في وسط الملعب ثاني، فتحكم الكوره والهدوء على الكوره قلل او الاستحواذ عليه كده ثاني، فقلل فرص الفرقه الإيرانية للتحولات الهجومية. هديك حبة أرقام يا بوجود تعرفك ليه شخصية الهلال كانت ظاهرة كتير جدا في المباراة دي. النهارده الهلال استحواذ 66% مقابل 34. شاط على الجون 12 تسديدة بره أرضك في ملعب زي ده، رقم كويس جدا. الفرقة الإيرانية شايطة 6. التارجت شايطين 6 على الجون، فده 50% من الرقم، وده بدأ شوية. لو كنا اتكلمنا بوجود قبل كده لو تفتكر في كذا حلقة ان الفاعليه بتاعت الهلال اقل بكتير من الفرص اللي بتخلق له. يعني لو بيشوط مثلا 12 ممكن تلاقيه مثلا اون تارجت شوت 2 او 3 او 4. فانت النهارده عديت او داخل في 50%. النقطه بقى المهمه بالنسبه لي تعرفت ليه الهلال كان عامل شخصيه قويه، عدد الباصات اللي عملها الهلال جوه ارضه جوه ملعبه يعني وفي ملعب الفريق الايراني. النهارده الهلال عامل 528 باص. كم باص جوه ملعبه جوه نص ملعبه؟ 205 بره ارض يعني بره ملعب الخصم نص ملعب بتاعه وهو بيهاجم 323 باص. معنى كده ان هو معدي 50% واكتر من 50% هو واقف بيلعب في نص ملعب الفريق الايراني. يعني مش استحواذ سلبي يعني. مش سلبي بس يا بوجود انت بالظبط. يعني الفرق الايرانيه هديك بقى الرقم بتاع الفرق الايرانيه، الفريق الايراني وصل نص ملعب الهلال 71 مره، فده رقم لا شيء بالنسبه للفريق بيلعب في ارضه. كده معنى كده ان الهلال كان استحوذ كويس جدا، استحواذ ايجابي. تاني حاجه التحولات الدفاعيه بتاعته كانت قويه، الضغط العكسي بتاعه كان قوي، فما خلاش اصلا الفرقه الايرانيه تحاول ان هي تروح للجون او تحاول ان هي تعمل فرص على الجون او تستحوذ على الكوره. فعشان كده النهارده بتكلم ان الهلال النهارده شخصيه مباراه مثاليه بالنسبه له، لازم يبني على الكلام ده. ان النهارده بوجود في نقطه مهمه جدا، لما لعبت الهلال وخيسوس كانوا مركزين تركيز كبير، انت بص الملعب عامل ازاي، اطلع بره ارضك وبلعب وحش جدا، انت جوه ارضك الماتش اللي فات في اسيا اتعادلت 1-1، فبص التناقض عامل ازاي. هو دي الحاجه الناقصه للهلال، ان انت تبقى دايما ماشي زي النصر مثلا. النصر دلوقتي ماشي يا اما في نفس الخط يا اما عالي ما بتنزلش. مشكله الهلال ان شويه كده وشويه فوق قوي، ممكن يعمل ماتش عالمي بعدين الماتش اقل شويه بعدين فوق عالمي بعد كده متوسط. فانت لازم الفرقه الكبيره بوجود تحافظ على الايقاع. المدرب بالظبط، احترم المدرب بوجود كمان ان هو عنده اسلوب واضح في اللعب اي مكان بلعب فيه. انا النهارده معلش لو جيت النهارده قلت للهلال او لعيبه الهلال ونيمار وميتروفيتش واللعيبه اللي بتلعب كره على الارض ومالكم والكلام ده كله، قلت لهم يا جماعه احنا نغير سيستم لعبنا عشان نلعب بره ارضنا، هنلعب كور طويله والكلام ده كله، انت كده بتنسف كل اللي بتعمله. فالاسلوب واضح وصريح من الهلال من اول مباراه، سواء جوه ارضه بيلعب في اسيا بيلعب في الدوري، هو الاسلوب واحد. ولكن تطوير الاسلوب بقى بوجود، تطوير الهجمات، تطوير الفينش على الجون، وتطوير التحولات، ان انت تعرف تشتغل على التحولات الدفاعيه بتاعتك، هو ده اللي هيفرق كتير جدا مع الهلال. فبارك للهلال وبارك في حق، فبالنسبه لي مباراه مثاليه. كيف ممكن المدرب يبني على هالكلام اللي انت قلته كله في قادم الايام؟ نفس السيستم ونفس الاسلوب. ونقطه مهمه جدا بوجود اختيارك للعيبه الاجانب، ده مهم جدا جدا. النهارده بقول لك سافيتش دوت، انا لو بختارك لازم اختار سافيتش، لازم، لانه هو اللعيب الوحيد اللي قدامي اللي بيعرف يقطع جوه منطقه الجزاء عشان يفضي المساحات لمتروفيتش. انت عندك لعيب زي متروفيتش
اي يعني فريق هيقول لك امسك متروفيتش جوه منطقه الجزاء، لان ما فيش حد يلعب بدماغه ثاني جوه مع متروفيتش غير سافيتش. وسافيتش فلازم وسافيتش جيد في في الكور الراسيه، يعني ينزلها كده بمزاج للاعب الثاني. ده رقم واحد في الدوري، الدوري السعودي رقم واحد في الدوري السعودي في تكمله ورا المهاجمين ورا المهاجم، وفي نفس الوقت اللي هو بيعرف يلعب كمان بدماغه ومنطقه الجزاء وبيفضل الوينجات وبيفضل المهاجم. فانا بالنسبه لي خيسوس لازم يبني على المباراه دي، لازم يوري اللعيبه بالفيديو انت ايه الاجابات اللي كانت موجوده وليه اتحكمنا في المباراه عشان بنعمل كذا وكذا 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 وكذا. لازم نبني عليه ونطلع لقدام، لان فرقه زي الهلال عندها كل الامكانيات، معلش مع احترامي يعني لفرق كتيره عندها الامكانيات تكسب وهي حاطه رجل على رجل، لكن في الاخر تذبذب مستوى تركيز اللعيبه لازم يبقى مهم جدا، العلاقه بين اللعيب والمدرب لازم تبقى مهمه جدا، تدوير اللعيبه لازم مهم جدا. فانا بالنسبه لي الهلال عنده كل الامكانيات وكل الاسباب اللي تخليه بينافس على الدوري ودوري الابطال ودوري ابطال اسيا وهو مستريح جدا. الف الف مبروك لكل الهلاليين في كل مكان. فاصل قصير. الفيصل يبارك للبطل السعودي الواعد عيسى غزواني بعد فوزه بذهبية سباق 800 متر ضمن أسياد هانغتشو.
الهلال يضرب بالثلاثة مرمى نساج الإيراني ويعود من طهران بالنقاط الثلاث وصدارة المجموعة الرابعة. الساحر البرازيلي نيمار يخطف أنظار العالم بهدفه الأول مع الهلال في دوري الأبطال القاري. بهدفي صابيري الفيحاوي يحقق فوزه التاريخي الأول في دوري أبطال آسيا بعد تجاوزه لبختاكور الأوزبكي. الأندية السعودية تسطع آسيوياً، الهلال والنصر يعتليان صدارة مجموعتيهما والفيحاء يتألق في الأولى والاتحاد وصافة رغم المواجهة الملغاة. جوائز روشن في سبتمبر: كريستيانو نجم الشهر، وغروهي الحارس الأفضل، وكاسترو يحصد جائزة المدربين، وفقيه التعاون أفضل لاعب واعد. بمشاركة 17 فريقاً غدا الأربعاء انطلاق النسخة الرابعة من كأس الأبطال الدولية. بعد 8 جولات في الدوري الأقوى جماهير الهلال تتخطى حاجز 100,000 وتتصدر ترتيب الحضور الجماهيري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية، أحمد مصبيح وأحمد العقيل وكابتن مجدي وكابتن حاتم ضيوف حلقة الليلة. نشوف تقرير مباراة الفيحة آسيويا. حقق فريق الفيحة انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا بعدما زار شباك ضيفه بختاكور الأوزبكي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب المجموعة الأولى. حاول الفيحاء منذ البداية أن يصل لمرمى بختاكور وتسجيل هدف التقدم، ولكن كرة السلطان مندش تنتهي لمصلحة الحارس الأوزبكي سنجار كوفاتوف. وقبل أن تنتهي الدقيقة العاشرة أرسل عبد الحميد صابيري تسديدة قوية من خارج 18 عانقت الشباك الأوزبكية هدفا أولا للفهود. حاول الضيوف أن يعدلوا النتيجة عبر تسديدة من خوالماتوف انتهت لخارج المرمى، ومحاولة أخرى بكرة عرضية في الجهة اليسرى من فاروق سايفيف ورأسية من بانسازاك ولكن بجوار القائم الأيسر. في الشوط الثاني وضحت الرغبة الأوزبكية بإدراك التعادل عبر عدد من المحاولات، ولكن النهايات لم تكن بالصورة المطلوبة. هجمة لبختاكور وتسديدة من خمدموف يتصدى لها أحمد الكسار، يتبعه إلى جنوف بمحاولة في الجهة اليمنى يتمكن الكسار من التصدي لها. ومن هجمة فيحاوية يرسل نواكايمي كرة لعبد الحميد صابيري يتجاوز الحارس الأوزبكي سنجار كوفاتوف ويسدد في المرمى هدفا ثانيا للفهود. الله عليك يا ابن المغرب، يا سلام يا صابيري، والأروع من ذلك أسيست نواكايمي. روعة يا برتقالي روعة، متعة يا برتقالي متعة. بكل ذكاء الفيحاء يحصل على النتيجة 2-0. شوف الكرة من جديد، شوف الإعادة للكرة الماضية. نواكايمي 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 نواكايمي. بعد الهدف حاول بختاكور العودة للمباراة وتقليص الفارق، وكاد أن يتحقق له ذلك عن طريق فاروق سايفيف، إلا أن مخير الرشيدي تدخل في الوقت المناسب ومنع الكرة من الوصول للمرمى.
تستمر المباراة دون أي تغيير في النتيجة إلى أن أطلق الحكم العراقي مهند قاسم صافرته موانياً نهايتها بفوز الفيحاء وحصوله على النقاط الثلاث مرتقياً للمركز الثاني، فيما بقي بختاكور دون رصيد متذيلاً فرق المجموعة. وسيلتقي الفهود في الجولة المقبلة فريق العين الإماراتي في مدينة العين، أما بختاكور فسيستضيف أهالي التركماني في طشقند. ألف ألف مبروك للفيحة، الفوز التاريخي يا أبو أميرة. فوز تاريخي فعلا، ألف ألف مبروك، أول مشاركة تاريخية، أول فوز في تاريخ الفيحة في البطولة. القوة هنا في والجمال أنك فزت على فريق قوي، بطل الدوري لسنوات طويلة في أوزبكستان، الآن مصدر الدوري في أوزبكستان، فريق كلنا نعرفه بختاكور، المتابعين كسعوديين يعني في بطولة آسيا في دوريات آسيا الكبرى. هذا الفريق متمرس في الدوري الآسيوي، دائما يشارك، دائما له مباراة، حتى فاز على فرق كبيرة في مرات كثيرة، وبالتالي لما تقابل فريق متمرس هنا الصعوبة. اليوم الميزة اللي في الفيحاء فرص قليلة جدا سجل هدفين، فرص قليلة جدا. الفريق الآخر طبعا الفيحاء بطريقة رازيفيتش الدفاعية المعروفة دافع بقوة، ولكن رغم ذلك حصل الفريق بختاكور على فرص كثيرة، توفق الحارس كثير أحمد الكستار طبعا في غياب فلاديمير، ما اختاروا لمباراة اليوم الكستار كبديل، برافو عليه، لعب مباراة كبيرة. أيضا المدافعين استبسلوا في كرات كثيرة، كان محظوظ حقيقة الفيحاء في عدم ولوج هدف، فرص كثيرة كانت لفريق بختاكور، ولكن الخبرة والتمرس فارقة كثير بالتأكيد. الروح العالية لفريق الفيحاء اليوم في المباراة، وأيضا وجود لاعب مثل صابري، صابري هذا كلنا شفناه في كأس العالم، لاعب منتخب المغرب دولي، حتى سجل في كأس العالم، من مواليد ألمانيا، يلعب طبعا هو في فيورنتينا، كان معارض السنة الماضية لسامدوريا، لاعب 26 سنة، فرق اليوم في المباراة. هنا يجيك اللاعب اللي تختاره، اللاعب الكبير، فرص قليلة، شوف استوالك، سجل هدف عالمي الهدف الأول، وهدف ثاني بكل برود دخل وعدى من الحارس وسجلها. لما تلعب دفاع منطقة ودفاع متأخر تحتاج إلى لاعبين مثل عبد الحميد صابري، وهذا ما حدث اليوم في الفوز الكبير والتاريخي للفيحاء. مليون مبروك. المجموعة بالنسبة للفيحاء صعبة، في العين لسه، وهذا الفريق حيقابله برا. أتمنى أنه رازيفيتش تستمر على النهج هذا، هو مستمر، هذه طريقة المعتادة، بس يحاول، في ثغرات واضحة في الفريق يعدل فيها في المباراة القادمة إن شاء الله. الفيحاء بالأسلوب هذا والطريقة هذه إن شاء الله يعدل الدور الثاني. إيش رأيك يا كابتن؟ كابتن مجدي. لا أكيد أكيد مكسب، أكيد مكسب مهم جدا الفيحاء. يمكن حاجتين مهمين جدا بوجود مع الفرق زي الفيحاء، أنت لازم تدافع كويس، أنت لو دفعت كويس هيجي لك فرص، القوة بقى والشطارة بتاعتك إن أنت تستغل الفرص اللي تجي لك دي بأحسن وأقل فرص ممكن تجي لك، وده اللي حصل النهارده مع الفيحاء. النهارده فرقة بختاكور شايطة 21 شوط على الجول، رقم كبير مش قليل، في الآخر آخرهم إيه؟ شاط أربع كور على الجول، يعني 21 وقدامهم أربع كور على الجول، فده رقم قليل جدا، يعرفك إن الفيحاء دافع كويس جدا وعمل شغل دفاعي قوي مع حارس المرمى كمان، والتحولات الهجومية أو الفرص اللي جات له عرف يستغلها وعرف يكسب بيها. النصيحة للفيحاء، أنت لو بتلعب في مجموعة وأول مرة تشتغل في دوري أبطال آسيا، إحنا بيعلمونا وإحنا كنا صغيرين يقول لك إيه؟ لما تلعب ماتشات زي دي رايح جاي حاول تموت نفسك وتقاتل انت تكسب في ارضك، واي مباراه بره ارضك تحاول تتعادل فيها او تخطف جون، تتعادل ما تخسرش، ممكن تخسر ماتش لكن تتعادل ماتش تاني، لكن المهم بالنسبه للفيحاء جدا هو الماتشات اللي جوه ارضه، هو خسر المباراه الاولى بره ارضه والنهارده كسب المباراه جوه ارضه. والفيحاء اتفرجت عليه شويه بوجود في الدوري، في اوقات بيشتغل بالطريقه دي بينجح، وفي اوقات بيستحوذ على الكوره. انا النصيحه رازوفيتش ان هو ما يستحوذش على الكوره، انت عندك مثلث هجومي قوي وسريع وعنده مهارات واحد كويسه جدا يقدر يعمل لك الفوارق الكبيره، فانت لازم تشتغل على التحولات الهجوميه، تدافع كويس جدا ما يخشش في الجون، وتقدر تشتغل على التحولات الهجوميه. فانا شايف ان المباراه كانت مهمه جدا للفيحاء ان هو يبقى ثاني المجموعه في اول مشاركه ليه، اتمنى ان هو ما يتاثرش كمان في الدوري وبين دوري ابطال اسيا، لانه ما عندوش لعيبه كتير، ما عندوش اوبشن كتير، ما عندوش لعيبه تقدر تشتغل شويه في الدوري ويقدر يريح شويه في دوري ابطال اسيا،
فالضغط هيبقى كبير جدا عليه. لكن في الاخر هو لحتى وقتنا هذا هو يعني يشكر على الاداء اللي هو بيقدمه ومكسب المباراه النهارده. ابو تركي صراحه ما قصر كابتن مجدي كابتن حاتم شخص الامور الفنيه والواقع الفيحة اليوم. بالمناسبه يعني الفيحة اعتبر كمل عقد الفرق السعوديه وحضورهم الجميل في الجوله الثانيه. عجبني في الفيحة روحه وزوال الرهبه، يعني استفاد من التعثر الاول، قدم اليوم وكسب واصبح وصيف. صحيح المباريات المقبله خارج ارض صعبه زي بس ما قال الكابتن مجدي، انت العب بحذر خارج ارضك والعين مع كامل تقدير واحترامي خصم الفيحة يختلف عن خصمه اللي فاز عليه اليوم بالثلاثه. الفيحة حيكون ند للعين، يجب الفيحة ينسى ان العين فايز بثلاثه. الفيحة عنده امكانيات والفرق السعوديه السادس والسابع يقارع الاول والثاني في قطر وفي الامارات وهذا واقع والكويت. ففي فوارق فنيه، اتمنى طموح الفريق الفيحة انه ما يتوقف وانه ان شاء الله يصل حضور مشرف او هذا نبحث عنه، ولكن الفيحة قادر بالمدرب الواقعي بالنجوم اللي عنده ان شاء الله انه يوصل المرحله بعد. شكرا للفيحة، حضور مشرف. عبد العزيز طبعا اكيد نبارك للفيحة وادارته وجماهيري الفيحة، الفوز التاريخي لنادي الفيحة، ايضا ظهور جميل جدا للفريق اليوم. فريق بختكور هو متصدر الدوري الاوزبكي، بقي اتوقع 6 مباريات وينتهي الموسم في اوزبكستان، لعبوا تقريبا 20 او 21 مباراه. اليوم كان الفيحة لعب نفس اسلوبه في الدوري، الدفاع المنطقة، اللعب على الكرة المرتدة أو الاختراقات، وكان اللاعب المغربي صراحة مميز في هذا الجانب. استفاد من مباراته الأولى اللي خسرها ب1-0، اليوم فاز 2-0 قدام مباراتين وراء بعض مع العين. أتمنى أنه يطلع بنتائج جيدة. طبعا كرياضيين لا نطالب الفيحة بظهور أكثر مما ظهر فيه اليوم كشخصية ومستوى، إن حصل معها نتائج خير وبركة، ما حصل معها نتائج يكفي منه ما ظهر اليوم أن يقدمه في باقي المباريات. نتمنى وصوله إلى أبعد نقطة في البطولة الآسيوية، وهو قادر ومن الممكن أن يصل إلى أبعد من دور المجموعات. فاصل قصير بعد هنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية. نشوف تقرير عن مستويات الرائد مؤخرا. ثمان جولات مرت منذ بداية منافسات دوري روشن للموسم الجديد،
شهدت استمراراً لمعاناة فريق الرائد الذي حقق بداية صعبة توقف بها في دائرة مراكز الهبوط بجدول الترتيب بالمركز 17. وحقق رائد التحدي انتصاراً وحيداً على الرياض هذا الموسم، وتعادل مرة لكن خسر في 6 مواجهات، وتجرع مرارة الخروج المبكر من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من أمام النجمة. الفريق تعاقد مع 5 لاعبين أجانب هم عمر غونزاليس، أمير سعيود، أندري موريرا، ماتياس نورمان، وأخيراً مامادو لوم، لينضموا إلى المتواجدين بالفريق وهم محمد فوزير وجوليو تفاريس وكريم البركاوي. ويقود الفريق المدرب الكرواتي إيغور يوفيسفيتش، بطل الدوري الأوكراني الموسم الماضي مع فريق شختار دونيستيك، لكن بدايته مع الرائد قد تقوده للرحيل مبكراً عن الدوري السعودي بسبب النتائج. أبو عبد العزيز، الرائد وضع مش مرضي للمحبين والمتابعين. ما هي أول سنة صراحة، يعني أنا أبو بندر نحترمه وقدره، أخ كبير وله تاريخ وإرث رياضي كبير، لكن إحنا لنا الحين أظن 6-7 سنوات مع الأستاذ فهد، وقبلها يعني برضو أظن 4 أو يعني تقريبا إجمالي 10 سنوات كلها الأستاذ فهد مطوع، ما أدى مع الرائد شيء جيد صراحة، كلها تنتهي بالنجاة من الهبوط أو عدم الهبوط أو الهبوط وزيادة الفرق، أو يعني ما كان موفق أبدا. يجتهد الرجل، يحاول، ولكن يبدو لأن فريق العمل عنده ما هو بجيد، فريق العمل جدا مو متوفق فيه الرائد. ما راح أتكلم على العناصر الكل شايفها يعني والأسماء، لكن فريق العمل يعني شوف، ما مستحيل أن ينجح شخص بدون أن يكون مع فريق عمل إداري على قدر كبير من القدرة على إدارة منظومة العمل في النادي قبل ما نوصل للمدربين. يعني أنا أشوف أن مشكلة الرائد الناس الآن قاعدة تتكلم عن اللعيبة واختياراتهم أو الجهاز الفني، لا، في شيء قبلهم اللي هو الجهاز الإداري أو أصحاب القرار في النادي. أكيد أنه ما هو فهد مطوع فقط هو اللي يختار، أكيد أن مع مجموعة 4-5 أشخاص، كل هذولي أنا أشوف ممكن يملكون خبرات رياضية ممتازة، ممكن أنهم أصحاب رأي رياضي، لكن ما هم موفقين أبداً. ما في أي يعني حتى في الناشئين والشباب ما تجد نتائج جيدة، يعني حتى في الفئات السنية مرات مثلاً تقول الخلل عندي بس في الفريق الأول، يعني عندي في الناشئين والشباب ولا في الفريق الرديف أو في الأولمبي اللي هم الفئات الثانية عندي، لكن أنت شايف أنه كل النادي في كل درجاته في كل فئاته في كرة القدم خاصة ما في أي نجاح رغم مرور كل الوقت الماضي. طبعا لا يوجد عمل تراكمي، نجد كل سنة تختلف عن السنة اللي قبلها بعض الأسماء، حتى الأسماء الأجنبية، يعني لما نجي بعد كذا للمدربين نجد اختيارات أسماء دائما يعني في ما يكملون الموسم معه. بعد كذا نجي للعيبة، إصابات كثيرة للعيبة الأجانب أو أسماء غير جيدة، وبرضه نوصل عاد للعيبة السعوديين اللي هم تجدهم أسماء فرت على أكثر من 5-6 أندية قبل ما توصل للرائد. نفس الشيء اليوم الأندية اللي مثل الرائد بدأت تاخذ طريقين، يعني شوف انت صعبا كل اللعيبه اللي عندك السعوديين يكونون مثلا اعمارهم 22-23، ولكن مثلا انا اقبل انه يعني اللعيبه اللي ما يجدون فرصه في الانديه اللي تنافس وهم من شباب النادي، يعني مثلا احنا نشوف دائما في الشباب الانديه الشباب درجه الشباب اللي تنافس في درجه الشباب مثل نجد الشباب، الأهلي، الاتحاد، الهلال، النصر، لما يطلع فريق أول صعب أن يلعب فريق أول، فهذا يروح لأندية أخرى. نجد على طول التعاون، الفيحة، الفيصلي، بعض المرات الاتفاق، الفتح، القادسية في فترة من الفترات كانوا على طول يلتقطون المواهب هذه، ما نجدها موجودة في الرائد. الرائد ما يجد كل اللعيبة اللي يأخذهم تلقاهم من 27-28
29 لاعب مر على 4-5 أندية، راح للباطن وراح الأبها وراح الوحدة وراح بعدين يجي المحطة الخامسة أو السادسة له الرائد، فلاعب خلاص ما عاد عنده يدور عقد الموسمي هذا والعقد الموسمين ياخذ له فيه مبلغ معين ويعامل كرة القدم أو يعاملها أنها كوظيفة، أهم شيء ما نهبط، أهم شيء نمشي أضمن أني أقعد سنة سنتين وبعدين أمدد سنة ثالثة مع النادي. فأغلب اللعيبة خاصة السعوديين الموجودين ما عندهم هذاك الطموح. أنا أتمنى أنه يعني تكون فيه عين خبيرة مختلفة في داخل نادي الراد، ممكن يجد حل أفضل بإذن الله. أبو تركي، شوف أنا على الطاولة مؤتمن يعني برأيي مع كل أندية، وأنا لاني مع طبعا في الرائد لاني مع زيد ولا مع عبيد، أنا مع الواقع. الرائد زي ما قال عبد العزيز من سنوات وجمهوره يعيش معاناة عدم الهبوط وكيف ننجم الهبوط. إذا المسألة مسألة عمل، تغيير مدربين، لاعبين أجانب، كل شيء تم، ولكن القضية إدارية بحتة. حتى لو كان فريق العمل متواضع، أنا حمل مسؤولية الأستاذ فهد مطوع، جله ونحترمه ونقدره، ولكن يا أستاذ فهد أنت من عشاق الرائد، محبي الرائد، أخذت فرصة كاملة، أما تقدم على تغيير جذري ملموس لانتشال الرائد الآن في الجولة السابعة والثامنة، يعني إذا ارتكبت خطأ وصلت مكابرة واستمر العمل كما هو والرائد أصبح محطة وقود الفرق وهبط الفريق، هذه كارثة. طبعا حرقة جمهور الرائد، وأنا واحد منهم أعترف أنه التعاون المنافس يعمل إداريا باحترام، في تطور، في أهداف، في استراتيجية، في منجز، في لعيبة، يعني فارق كبير أصبح بين التعاون والرائد. يوم الأيام كان لا 50-50، الآن لا، تحس أنه التعاون منطقة ثانية. فأنا أتمنى هذه رسالة أستاذ فهد مطوع، وقلت في البداية أنا لاني مع زيد ولا مع عبيد، مع الرائد ومصلحة الرائد أولا. لم الشمل، ابحث عن المخلصين الغيرون على الرائد، لأنه هذا حقيقة اللي يصير للرائد ما يرضي. يعني يوم الأيام كنت أحرص على متابعة فريق الرائد، الآن لا والله، يعني أتعمد لأنه أشوف الرائد متأكد من النتيجة حيخسر. من أوصل الرائد هالحال؟ الإدارة. فلذلك كن شجاع يا أستاذ فهد مطوع، أما اتخذ قرار جريء بالتغيير أو أعطي الراية لمن هو تراه أفضل في المرحلة المقبلة. وهذا ليس تقليل ما قدمته ودفعته في خزينة الرائد، ولكن محبي الرائد وعشاقه لا يرضيهم الحال اللي هو عليه. أبو أميرة، شوف بوجود يمكن من الموسم الماضي تكلمنا عن إدارات يجب أن تتغير. والله كل الحب لأبو بندر كما ذكروا الزملاء، يعني رجل نحبه، رجل رياضي قديم، ولكن كان يجب أن يتخلى عن الاستمرار، أو كما ذكروا الأخوان أنه يغير التفكير كله في له، وهذا غير موجود الآن. فكان يجب التغيير. يعني مثل بالاتفاق الموسم الماضي كيف كنا نتحدث عن الاتفاق، وشوف الآن الحديث عن الاتفاق، ما في أي أمور شخصية مع أحد أو مع نادي أو مع اللي نشوفه في الملعب هو اللي نحكم عليه. الرائد لاحظ من أكثر الفرق التي تستقبل أهداف السنوات الأخيرة، تمام؟ الرائد هذا عبر التاريخ لما كنا نلعب إحنا كنا ما نعرف التعاون من جد، اللي عاشوا الأيام ذيك كنا نلعب مع الرائد التعاون كان في درجة أولى يصعد، بعدين بدأ يصعد وبدأ، عشان كده جمهوره محتقن. الرائد تاريخ في تواجده جماهيرية، الرائد كنا نروح ملعب، والله كنا بوجود نروح ملعب الرائد، كل الملعب ملعب بريد هذا كل، الآن شوف ما في عدد، ما في أي أحد بيروح. نجي للملعب، أول شيء عشان تبني فريق واضح جدا أنه في مشكلة كبيرة في اختيار اللاعبين في المنظومة ككل. عشان تبني فريق أبدأ من الخلف، الرائد له كم سنة مو عارف يجيب مدافع لا سعودي ولا أجنبي، لاعبين وسط ينظموا اللعب يدافعوا صح كمحاور غير موجود، التنظيم الدفاعي للفريق غير موجود، إذن اختيار المدربين أيضا خطأ. نجي للاعبين الآخرين في الهجوم، حتى الاختيارات لو تلاحظ أنت واضح جدا في مشكلة في الاختيار، يعتمدوا على لاعب لعب قبل كذا في الدوري، اللاعبين الأجانب أتكلم، كوزير كان في النصر وجاء، كوزير الآن لاعب حريف ولاعب ممتاز لكن دائما مصاب طول الموسم، يغيب يلعب مباراة يغيب ثلاثة، يلعب مباراة يغيب ثلاثة، مش معقول تعتمد عليه. الآن جاب سعيود من الطائي لاعب جيد سعيود، لكن برضه فكرت في استهل دفاريز، وكيرفو نازل مع الفيصلي وهبط مع الفيصلي،
تروح تجيبه كرأس حربة للفريق بيلعب في دوري روشن، لاعب الكيرف نزل تماما، كان مفروض ما حد يفكر فيه أصلا. وبالتالي المشكلة المنظومة كلها فيها مشكلة بصراحة. الآن عشان لا نتكلم في الماضي، على الأستاذ أبو بندر هو متواجد الآن مستمر يغير كل اللي حوله بصراحة، يغير الناس اللي بيقولوا لو جيب فلان وحط فلان عشان تنجح أنت وتقول إنه محارب وما إلى ذلك. إذا كنت محارب وما إلى ذلك كما تذكر يعني، كما يطلع نشوف أحيانا كلام وما إلى ذلك، أنت اشتغل صح وجيب ناس فاهمة، غير كل اللي عندك بكل أمانة. اللي عندك هذول اللي واضح الآن بعيدين جدا عن كرة القدم، عن اختيارات مدربين ولاعبين، وبالتالي نشوف الرائد بهذا الوضع الصعب جدا. آخر شيء اختيار، شوف بالله، شوف اليوم معاذ فقيه لاعب الشهر. معاذ فقيه من فين؟ من الهلال، لاعب 20-21 سنة. معاذ فقيه 20-21، شوف اختيارات التعاون، راس الحربة سطام الروقي 20-21 سنة من الهلال، شوف وليد الأحمد من المدافع راح الهلال بعدين الفيصلي، اختيارات رائعة علاوة على الأجانب اللي شفناهم في التعاون. هنا فرق كبير جدا في المنظومة، الرائد يحتاج إلى تغيير شامل في المنظومة حتى يعود الرائد الذي نحبه ونعرفه. كابتن مجدي كيف شايفه فنياً؟ لا يعني الأرقام مش محتاجة كلام أبو جود، الأرقام سيئة جدا. 8 مباريات مكسب واحد، داخل فيه 15 جون، جاب 6 جوان، الأرقام سيئة جدا. ولا أنت بتعرف تدافع ولا بتعرف تهاجم. وأنا من وجهة نظر شخصية أتفق مع الكباتن مع الأساتذة طبعا، إن هو طبعا أكيد في مشكلة إدارية، من ثم بيجي المشكلة الفنية، إن أنت لما تجيب مدرب، هل جاب مدرب ده عشان تشتغل معاه على فترة طويلة المدى ولا قصيرة المدى؟ وهل المدرب ده اختار اللعيبة اللي جبتها ولا أنت جيت لقيت اللعيبة دي موجودة، المدرب لقى اللعيبة موجودة وعنده سيستم لعب معين، فاللعيبة دي مش هتمشي على سيستم اللعب بتاعه. ده كله بيصب في الآخر للنتائج اللي موجودة دي. فأنت النهاردة عندك فترة التوقف اللي جاية بتاعة التوقف الدولي، لو أنت لو هتغير لازم تغير في التوقيت ده، لأنك أنت عندك حوالي أسبوعين تقدر تجيب مدرب جديد، تقدر تشتغل مع لعيبة وتعمل سيستم شغل جديد. لكن في الآخر برضو لو جبت مدير فني جديد مع اللعيبة وأنت إداريا مش أحسن حاجة أو عندك مشاكل إدارية، كل ده لأن هي وجود زي مثلث كده، بتيجي الإدارة ثم المدرب ثم اللعيبة. فزي ما تشوف، زي ما شفنا الاتفاق وزي ما شفنا التعاون النهارده، التعاون الراجل موجود من الموسم اللي فات رايح يجيب الصفقات اللي هو عاوزها ومحدده في الاماكن المحدده اللي هتمشي على اسلوب لعبه. نفس الكلام في الاتفاق، جاب جيرارد، جاب له اللعيبه اللي هتمشي على اسلوب لعبه. عشان كده حتى وقتنا هذا في نجاح كبير جدا من الاتفاق والتعاون. فانت اختيار دايما المدير الفني مع الاداره ان هم يشتغلوا ازاي، وانت عاوز من الموسم عاوز ابقى موجود في الدوري، معنك برضو ان الفرقه بقى لها 3-4 سنين بتصارع على الهبوط باستمرار. اذا انت ما اتعلمتش اي حاجه من السنه اللي فاتت، ما عرفتش تبني للموسم الجديد. فانا من وجهه نظري الشخصيه لا، الارقام سيئه جدا بتنذر ان انت لازم تغير المدير الفني، ولا انت اما تغير المدير الفني تغيره في توقيت صح عشان تعرف اللي جاي يعرف يشتغل، ما يبقاش عنده ضغط مباريات ويبدا يحط الاسلوب بتاعه. بس قصير بعده نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في أم في المملكة العربية السعودية. من اللعيبة المميزة لسنوات صراحة في الدوري السعودي، وبصراحة يعني مو قاعد ياخذ حقه على مستوى التأثير وعلى مستوى ظهوره في المباريات الكبيرة وعلى مستوى أهدافه الجميلة وصناعته الجميلة والشخصية اللي عند اللاعب مراد باتنا. اللاعب هذا لاعب مؤثر كثير، وراح نستعرض بعض من أرقامه. طبعا الأرقام أحياناً تنصف وأحياناً ما تنصف، يعني أحياناً تظهر لك اللاعب أقل أهدافاً أقل صناعة، لكن أحياناً نوعية الأهداف ونوعية الصناعة تفرق مقارنة بالعدد. يعني الجودة أحياناً أفضل بكثير من الكمية. خلينا نشوف مراد باتنا. الله الله، عنده تجارب كبيرة وعنده
انتصار الفتح هذه الليلة. كرة مراد 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 رباعية رباعية كاملة وقوية للفرقة المدحوية. نار 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 يا حبيبي نار. الفتح في نهاية المشوار. الحارس السويدي جاكو بريمي مراد فتح. جول الهدف الاول لنادي الفتح. فعلا الفتح ابو اميره. والله يا وجود والله قبل يومين كذا جالس مع نفسي قلت يا اخي اتمنى البرنامج يعملوا يعطوا اللاعب هذا حقه، فما شاء الله عليكم برافو عليكم والله، ولا قلت تبتير لحد ولا شيء، بيني وبين نفسي يعني بصراحه يستاهل لاعب داهيه، لاعب على مستوى عالي جدا ما شاء الله تبارك الله. الميزه الكبرى في هذا اللاعب يلعب بالرجلين، اللاعب اللي يلعب بالرجلين الظهير اللي قدامه الله يعينه، اي لاعب قدامه الله يعينه، ليش؟ مو عارف مره يروح كذا يدخل على جوه، مره يطلع على برا، مو عارف فين حيروح. تعرف اللاعب الاشول فقط او اللي باليمين فقط الاظهره يقروه، اللاعبين يقروا ايش فين حيروح. مرات الاثنين زي بعض، يشوت بيدي ويشوت بيدي، يلعب بيدي يصنع بيدي، وبعدين داهيه عنده ذكاء كبير جدا في اللعب. يعني مثلا مباراه الوحده الاخيره الظهير الاسلام هوساوي صغير لاعب خبره قليله 20 و20 سنه، لكن عنده سرعة مرة عالية. الشوط الأول كان بالسرعة قاعد يلعب على مراد. الشوط الثاني بدأ يفكر مراد، إيش سوى فيه؟ يسحبه على وراء ويهدي يبطئ ويعمل الخطوة، يعني عارف إيش سوى؟ استغل خبرته طبعًا ودهائه وبدأ كل هجمة يعدي من إسلام، ولا يلام إسلام، أظهرة كبيرة في الدوري بيعدي منهم ويبهدلهم. تخيل هذا اللاعب بوجود اللي مبهدل الفرق. الأظهرة أنا أتأكد الأظهرة يلعبوا ضده قبل المباراة ما يناموا وبعد المباراة يمشوا كذا أسبوع على الاستشفاء من كثرة التسحيب. من جد هذا الجناح يفكرك بأجنحة الدمان. ثنيان لما يستلم لاعب، محيسي لما يستلم لاعب، هذا يصنع يسجل يراوغ ما شاء الله، عنده رؤية مساعدة الفريق واضح أخلاقيا. عمرنا سمعنا صوره، ما عمري شفت له تصريح ولا كلام ولا شيء، ماشي مع الفتح يعني كما ينبغي. تخيل هذا اللاعب في تاريخه، شوف بهدل الفرق في أقوى دوري عربي في تاريخه كله، لعب 3 مباريات دولية مع منتخب المغرب. أول شيء في الفترة الحالية دليل على قوة منتخب المغرب، ولكن ما احترامي اللي بيسويه على وليد الرقراقي إنه يختاره، صحيح 33 سنة لكن لاعب الان بالعطاء هذا يجب ان يكون في المنتخب مهما كانت الاسماء. اعرف سفيان بوفال يلعب في الرياض القطري الان، هو احسن من سفيان بوفال الان بمراحل، وبالتالي هو يستحق العوده للمنتخب ويستحق كل التقدير وشكرا كوره. واحد من اعظم اللاعبين الاجانب في الدوري السعودي بوجود اللاعبين العالميين. واسال اي ظهير اذا تبي تعرف من هو مراد باتنا، اسال اي ظهير يواجه هذا اللاعب او واجه هذا اللاعب هو حيقول لك الإجابة كما تنبغي كما ينبغي. كابتن مجدي. والله موجود، يمكن أنا كلمت في كلام الحلقتين على ما أعتقد كان في مباراة الفتح وقلت لك إن ضجة وهرة موجودة في الدوري السعودي، وصعب إن الفتح يقدر يخليه يعني أعتقد شهر واحد أو في الصيف هيتباع، ده أنا متأكد منه. أولاً لعيب سريع قوي، لعب واحد عنده قوة بدنية في التحولات رغم سنه الكبير، بيلعب كور ثابته، فعنده كل الامكانيات اللي هو يقدر يبقى لعيب كبير، لعيب قوي يعرف يعمل فروق كبيره جدا مع الفتح. فبتتكلم في ارقام يا وجود،
لو الارقام دي ارقام جباره، انت بتتكلم في 83 مباراه جايب 35 جون وعامل صناعه 24 كره حاسمه، يعني هو داخل في الاهداف بتاعه الفتح ب 79 هدف، فده رقم جبار، رقم سهل لو الكره الحاسمه دي، يعني قصده الاستوم الاسيست، فده رقم جبار ممكن ما يحصلش كتير جدا، ممكن العالم كله كمان، ان انت متداخل في 79 هدف من 83 مباراه، فده رقم كبير جدا لمراد بركه، رقم كبير. وانا من وجهه نظري الشخصيه زي ما قلت لك هيتباع يا في يناير يا في شهر يا في الصيف للفرق الكبيره، لانه لعيب ما ينفعش يتساب، وده انا يعني الارقام دي بتقول ان هو رقم واحد في الفتح، وان هو اسلوب المدرب قايم على مراد بركه. ابو تركي، شوف الفتح نموذجي وجالب الكره السعوديه محترف نموذجي، يعني تكلم حاتم والكابتن مجد عن اشياء فنيه وعن عطائه، لكن اللاعب المحترف اللي تشوف مستوياته ثابته تتطور كل موسم افضل من الاخر، تعاونه مع زملائه، شفنا اهداف كيف يكون هو مواجه المرمى ويكون عنده يثار يعطي لزميله، كل هالادوات تنم على انه محترف بمعنى الكلمه، لاعب بالفعل اي ظهير يحسب حسابه، لانه مقلق وبعدين عنده حلول، يعني ما هو لاعب سلبي مجرد الرقابه اللصيقة تنهي أو تحد من خطورته، عنده حلول زي ما قال كابتن حاتم، يمرر يلعب بدون كرة، يتساعد مع زملائه، لاعب بالفعل لاعب كبير. يعني لو مثلا جاء واحد ما يدري عن الدوري السعودي وشاف فجأة بيقول هذا من اللعيبة أو من النجوم اللي جلبهم الصندوق مثلا للأندية الكبيرة، لاعب معنى الكلمة، لاعب محترم، وأتمنى استمراره في الفتح. كابتن مجدي يقول ما راح يبقى، لا الفتح يعرف كيف يتعامل مع نجومه، بالذات مراد باتنا يمثل نقطة يعني مهمة خلقيا وفنيا، وأنا أراه من أفضل لعيب الأجانب سواء الكبار جدا أو اللعيب الأجانب اللي كان عندنا من زمان. فاصل قصير بعده نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة، وصلنا للختام، نودعكم بأخبار شوت، نلتقيكم غدا في أمان الله. خطف لاعب أخضر القوى عيسى غزوان الميدالية الذهبية لسباق 800 متر على ميدان ومضمار الاستاد الأولمبي بمدينة هانغشو ضمن منافسات اليوم الخامس لأم الألعاب في دورة الألعاب الآسيوية، بحضور سمو رئيس البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي الذي توج أبطال هذا السباق. يدشن منتخب السعودي للفروسية غدا مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية 19 عندما يتواجد في منافسات الفرق عند 9 صباحا، ويمثل أخضر الفروسية في الدورة عبد الرحمن الراجحي ورمز الدهامي وعبد الله شربتلي ومشاري الحربي. أعلنت اللجنة الفنية في رابطة المحترفين عن الفائزين الأربعة بجوائز الأفضلية بدور روشن عن شهر سبتمبر، حيث حقق كريستيانو رونالدو قائد النصر جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، فيما نال مدرب فريقه النصر كاسترو جائزة المدرب الأفضل في الشهر ذاته، وفاز حارس الاتحاد جروهي بجائزة أفضل حارس، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب واعد إلى لاعب التعاون معاذ فقيهي. كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عن أكثر الأندية السعودية حضوراً للجماهير حتى الجولة الثامنة من الدوري، وتصدرت جماهير نادي الهلال كأكثر الجماهير حضوراً، حيث بلغ عدد الحضور نحو 103,398 مشجع. أتمت إدارة نادي الاتفاق تجديد عقد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم حامد الغامدي بعقد يمتد حتى 2028، وجرت مراسم التوقيع اليوم بقاعة المؤتمرات بالنادي بحضور رئيس نادي الاتفاق سامر المسحل والمدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد والمدير الرياضي الهولندي إلكو شاتوري.